لم يتبقى الكثير من الوقت لتوديع السنة المالية الحالية التي بدأت شهورها الأولى بتسجيل عجوزات متسلسلة، مرة في خزينة الدولة ب14 مليار دولار، ومرة أخرى في الموازين التجارية. لتشرع الحكومة ابتداء من هذا الأربعاء في دراسة المشروع التمهيدي لقانون مالية 2017 حسب الوزير الأول عبد الملك سلال، حيث يمكن أن يحمل مشروع القانون زيادات ضريبية جديدة قد تؤثر على قطاع الإنتاج المحلي ومؤشرات الاستهلاك. يعني في غياب دراسات ونموذج اقتصادية، إذا يجهل الآثار هذه الزيادة سواء على الفرد أو على المؤسسة الاقتصادية، وأيضا ماذا سوف ينتفع من هذا الإجراء القطاع غير الرسمي، لأن هي سوف تعتبر مخاطرة بالنسبة لأرباح الشركات، وبالتالي على الاقتصاد وحتى على الميزانية بحد ذاتها، لأن الحل الذي نصنعه الآن قد يكون هو المشكلة والعائق في المستقبل. وفي الأخير يعني حسابات حساب التحويل الخاص، واللي يجمع يعني الحسابات الأخرى الخاصة أو التي يتم غلقها وعدم استعمالها لتمويل مشاريع أو ميزانية التجهيز، وهذا يعني أنه تحويل في غير منتظم في فقرات الميزانية، وهذه سوف تعتبر سابقة. تصريحات الوزير الأول أشارت بوضوح لأول مرة عن بدء تطبيق ما سمته الحكومة بالنموذج الاقتصادي الجديد في 2017، سيستمر لمدة 3 سنوات، وهو نموذج لم يحمل لحد الآن أي خطط اقتصادية واضحة ودقيقة. إذا لما نتكلم على نموذج اقتصادي بما يعني كل ما ذكرته سابقا، معناه أن رايحين الروح نحو دخل داخل 1000 أو 8000 دولار. إذا بالله عليك يعني كل ما سبق، يا هل ترى يمكن قانون المالية أن يدرج هذه المحاور؟ ففي اعتقادي مازال الآن يعني خطاب الشعبوي، حتى إذا كانت عندك أحسن استراتيجية إذا كان تفهمها غير أنت، فالحل هو من الأفضل إبقاؤها في المكان. التسريبات الحالية التي تناقلتها وسائل الإعلام حول مشروع قانون مالية 2017 تظهر جلياً أن الحكومة لن تتوانى في فرض زيادات جديدة على السلع المنتجة محلياً إضافة لقطاع الخدمات، ولكنها في نفس الوقت تقول أنها مستمرة في الإنفاق الحكومي العام الذي يخشاه عدد من الخبراء لأنه قد يزيد من عجز الميزانية.